السلام عليكم. مباراة الكاميرون ضد النيجر اليوم في شان الجزائر 2023. نرجو هذا اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم منا كل جديد. مباراة النيجر ضد الكاميرون في كأس أمم أفريقيا للمحليين التي تجمع بين الفريقين في إطار الجولة الهامة في بطولة أمم أفريقيا اليوم، وذلك في لقاء هام جدا ينتظر عشاق كرة القدم، لأن النيجر المحليين يبحث عن تحقيق الانتصار على حساب الكاميرون في هذا اليوم، وبالتالي يأمل الفريق بتحقيق نتيجة إيجابية هامة وذلك لإضافة 3 نقاط هامة في مسيرته، ولكن الكاميرون يأمل هو الآخر في تحقيق نتيجة إيجابية. يستأنف النيجر المحليين مشواره ضمن بطولة أمم أفريقيا للمحليين بواجهة الكاميرون اليوم، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة ونرجو وضع اللايك والاشتراك في القناة.